السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة، إن شاء الله بإذن الله النهاردة يكون موجود معانا فرصة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها منح كتير جدا، منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، ودول كتيرة جدا مختلفة، بالإضافة كمان كنا اتكلمنا عن سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج، وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة، وكنا عرضنا فرصة كانت فرصة التطوع في فيتنام، التقديم والقبول فيها كان حصرا عن طريق قناتنا، وكانت شاملة معظم التكاليف، وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة، وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معانا فرص جاية كتير، التقديم والقبول فيها حصرا عن طريق قناتنا. بالإضافة كمان كنا أعلنا عن خدمة، تمام، والخدمة دي هي خدمة مساعدة في التقديم لأي فرصة أو منحة أنت عايزها، تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي لأي فرصة، أو تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك اي حاجه جديده من القناه بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل فرصه توصلك بسهوله. وحابب انوه كمان ان جميع رابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصه بالفرصه بتاعت النهارده هتلاقوها موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدا على بركه الله ونتكلم عن فرصه النهارده، وهي فرصه ممتازه جدا في دوله اوروبيه متاحه لجميع الاشخاص من مختلف الاعمار. هي فرصه تطوع في بلجيكا لمده سنه، تمام؟ خلينا نتعرف على تفاصيل اكتر. الدولة اللي هيكون فيها فرصة التطوع دي هي بلجيكا، دولة اوروبية طبعا، دولة من الدول القوية. المؤسسة المانحة كاريتاس سونتر، تمام، دي المؤسسة اللي هي مقدمة لفرصة التطوع دي. وفي ملاحظة بقى مهمة جدا هتكون الصراحة يعني كويسة للجميع، ان التطوع ده متاح لجميع الاشخاص من طلاب وخريجين، وليس هناك حد ادنى او حد اقصى للعمر، ولا يحتاج شهادة لغة انجليزية او لغة فرنسية. يعني التطوع ده اي حد يقدر يقدم عليه، مفيش حد ادنى او حد اقصى العمر، ولكن يعني الحد الادنى على الاقل يعني يكون 18 سنه 17 سنه، حاجه زي كده. طيب بالنسبه بقى لوصف التطوع ده، التطوع ده بيتكلم عن ايه بالظبط، او ايه مهمه المتطوعين اللي البرنامج ده محتاجه؟ المشروع ده بيقوم على فكره ان هيتم استضافه طالبات اللجوء الضعيفات سواء عازبات او مع اطفال في 21 شقه. يعني النظام ان هو جميع النساء او الفتيات اللي مثلا طالبات لجوء في بلجيكا، تمام، هيجيبوهم سواء عندهم اطفال او ما عندهمش، ويتم تقسيمهم على 21 طبعا ابارتمنت شقه، تمام. والمتطوعين اللي هينضموا للبرنامج ده هتكون مهمتهم المشاركه في تنظيم انشطه للاطفال اللي هتكون معاهم، زي ورش عمل ابداعيه وفنيه وانشطه رياضيه وغيرها، وكمان المشاركة في تنظيم ورش عمل مع العائلات بهدف تحسين التواصل المجتمعي، يعني كمان يعملوا للعائلات الموجودة الفتيات والنساء دول يعملوا لهم ورش عمل، ورش طبخ مثلا، أنشطة أخرى، رسم مثلا، مهارات قراءة، مهارات مثلا ثقافية رياضية، ما إلى ذلك، تمام. وكمان تقديم الدعم الفردي للعائلات على سبيل المثال كيفية قراءة الخريطة، كيفية استخدام وسائل النقل العام أو السوشيال ميديا أو حاجات زي كده. يعني الموضوع بالنسبه للمتطوعين انهم هيساعدوا في تطوير مهارات الفتيات والنساء دول، تمام، وتعليمهم مهارات جديده. وطبعا المتطوعين المطلوبين في الفرصه دي من كلا الجنسين، سواء متطوعين فتيات او نساء، فتيات او شباب مطلوبين في الفرصه دي. يعني الفرصه دي ما بتقتصرش بس على المتطوعين اللي ينضموا يكونوا فتيات فقط، لا، انما فتيات وشباب ممكن ينضموا للفرصه دي للمساعده في استضافه طالبات اللجوء، تمام؟ طيب كده اتعرفنا على وصف التطوع. فترة البرنامج بقى، البرنامج ده مدته سنة، فترة البرنامج مدته سنة، هتمتد من 1 أغسطس 2020 حتى 31 أكتوبر 2021. يعني حوالي 52 أسبوع هيكون فيهم برنامج التطوع كامل، تمام؟ بالنسبة بقى للتمويل، صراحة التمويل بتاعها كويس جدا، فيها حاجات ممتازة جدا. المتطوعين هيشاركوا في شقة واحدة، كل اثنين، تمام، من المتطوعين هيتم الاشتراك في شقة واحدة، ويعني ان المتطوعين سيعيشون في مكان عملهم، سيتشاركون في المطبخ وغرفة المعيشة بالإضافة إلى الحمام، ولكن لكل منهما هتكون غرفة نوم خاصة بهم، يعني كل واحد هيكون عنده غرفة نوم خاصة بيه، ولكن باقي الشقة طبعا هتكون الحاجات مشتركة زي المطبخ وغرفة المعيشة، يعني حاجة ممتازة جدا. كمان كل متطوع هياخد بدل شهري حوالي 300 يورو، تمام، مقابل الطعام عشان مصاريف الاكل بتاعه، وهياخد 120 يورو كمان للمصروف الشخصي.
يعني الاجمالي كله هياخد 420 يورو كل شهر من المنظمه دي عشان بس مصاريفه الشخصيه، بالاضافه كمان ان السكن على المؤسسه في شقه زي ما كنا قلنا هنا، وال 420 يورو دول يقدر هو ينظم بيهم نفسه من حيث الطعام، من حيث مصاريفه الشخصيه، هتكون حاجه ممتازه جدا. كمان المتطوعين هيحصلوا على بطاقه سفر، هتكون معاهم بطاقه كده للسفر عشان يقدروا يروحوا بيها المدن القريبه من المدينه اللي هيكون فيها التدريب اللي موجوده في بلجيكا، زي بروكسل، زي اوتينيه، زي لوفان لانيو، زي وافغ، تمام. فدي مدن هيقدروا ان هم يروحوا ليها عن طريق بطاقه السفر اللي ياخدوها من المنظمه. كمان المتطوعين هياخدوا تدريب شامل قبل بدء التطوع عشان يكونوا عارفين او على درايه كامله بالتطوع ده. كمان المتطوعين لو احتاجوا ممكن ياخدوا دروس في اللغه الفرنسيه لو المتطوعين حابين الموضوع ده، تمام. يبقى فرصه صراحه ممتازه جدا جدا جدا، متاحه للجميع، طلاب، خريجين، مفيش حد ادنى او حد اقصى للعمر، حاجه كويسه جدا. الدول بقى المتاحه للتقديم، في مجموعه دول متاحه للتقديم وهي الدول دي فقط: متاحه لمصر، سوريا، فلسطين، الاردن، لبنان، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، تركيا وقبرص ودول اخرى ليست من الشرق الاوسط وشمال افريقيا، تمام. يبقى الدول العربية المتاحة عندنا هي مجموعة الدول دي فقط، فلازم تبص على دولتك وتشوف هل دولتك من الدول المؤهلة للفرصة دي أم لا. شروط بقى التقديم، عشان تقدم للفرصة دي أنت محتاج إيه؟ مفيش شروط للتقديم للفرصة دي، التقديم مفتوح لأي شخص متحمس للانضمام للفريق وعمل التطوع، يعني مفيش شروط، أهم حاجة تكون عندك نية التطوع وأنت حابب تنضم للفريق وتساعد النساء دول أو اللاجئات دول، تمام؟ اخر ميعاد للتقديم في الفرصه دي هو 15 مارس 2020، ما تبقاش وقت طويل، عشان كده لازم انت لو حابب تنضم الفرصه دي تبدا تحضر كل شيء وتقدم لها باكرا. كيفيه التقديم بقى الفرصه دي، التقديم للفرصه دي بيكون بشكل اونلاين، يعني بشكل كامل هيكون اونلاين، مفيش بقى سفاره ولا مثلا ارسال ورق للمنظمه ولا اي شيء، كل حاجه هتتم بشكل اونلاين من الانترنت او الابلكيشن بتاع المنحه. طيب انا هنا حاطط لكم الموقع الرسمي للمنحه، وهنا ده قدم الان هو ابلكيشن التقديم. تعال نبص على الموقع الرسمي كده سريعا ونشوف التفاصيل الموجوده فيه. كل حاجه انا ذكرتها هنا هتلاقوها اوريدي موجوده في الموقع الرسمي الخاص بالمنظمه دي، او الموقع الرسمي العام اللي بيبقى فيه منظمات تطوع كتيره جدا تقدر تشترك من عليها، تمام. طبعا الموقع ده اسمه اربيان ياس بورتال، اللي هو خاص بفرص كتير جدا، فرص تطوع بقى، منح دراسيه، يعني اشياء كتيره جدا تقدر تدخل للموقع ده وتتصفح كل حاجه من عليه. ولكن دي الصفحه بتاعه المنظمه او الاعلان الرسمي للفرصه، كل شيء هتلاقوه هنا، اسم الفرصه موجود هنا اهو، تمام. الدول المتاح ليها التقديم في الفرصه كل الدول هتلاقوها هنا، هتلاقوا مصر موجوده، الجزائر موجوده، المغرب موجوده، كل الدول هنا تقدر تشوف دولتك منهم. كمان هتلاقي هنا وصف المنحه والتمويل بتاعها بتوفر ايه، هتلاقي هنا 300 يورو للطعام، 120 يورو كبوكيت ماني، مصاريفك الشخصيه، كل شيء هتلاقوه في الموقع الرسمي، تمام. طيب دلوقتي بقى احنا اتعرفنا على الموقع الرسمي، ازاي ممكن نقدر نقدم للمنحه دي او الفرصه دي؟ هتيجي بقى عند كلمه قدم الان دي وتضغط عليها عشان تعرف كيفيه التقديم للفرصه وتتعرف على كيفيه ميل الابلكيشن الخاص بالتقديم. طيب هيظهر معاك الموقع بالشكل ده، تمام. اول حاجه حضرتك محتاج تعمل كرييت اكونت، محتاج تعمل اكونت الاول على موقع المنحه، هيظهر معانا بالشكل ده دلوقتي، تمام. طيب بيقول لك حط الايميل بتاعك هنا، ولكن انت كمستخدم جديد لسه انت مش مسجل على الموقع، تعمل ايه؟ تروح حضرتك عند كرييت ان اكونت دي وتضغط عليها. لما تضغط عليها انت مطلوب منك بقى انك تسجل بعض البيانات عشان تنضم للابلكيشن ده، تمام. اول حاجه مطلوب منك تحط بيانات، تحط اسمك الاول هنا، ده الاكونت اللي هتعمله، تحط الاسم الثنائي بتاعك، تمام، الاسم الثاني، تحط ايميلك، تاكد الايميل، تختار اللغه بتاعت الايميل انجلش، وتكتب الكود اللي هو موجود هنا، الكود ده تحطه هنا، تمام، وتعمل تضغط على المستطيل ده، وبعد كده تعمل كرييت اكونت. ولما تعمل كرييت اكونت انت كده سجلت على موقع المنحه، وبتوصلك رساله على الايميل بتاعك. نركز بقى في النقطه دي، في رساله لما تسجل هنا وتعمل كرييت اكونت هتوصلك على الايميل بتاعك اللي انت حطيته هنا، الايميل بتاعك اللي انت كتبته لازم تكتبه بشكل صحيح عشان توصلك عليه رساله. الرساله دي فيها لينك، اللينك ده لازم تضغط وتفعله عشان يعني كده تقدر تعمل لوجن للابلكيشن. طيب انا عملت اكونت دلوقتي، اعمل ايه؟ اجي بقى عند كلمه لوجن واضغط عليها، تمام، بعد لما فعلت الايميل بتاعي وكل شيء وعملت اكونت، واكتب الايميل الخاص بيا هنا، تمام، اكتب الايميل الخاص بيا هنا واضغط نيكست، تمام، عشان يدخلني على كتابه الباسورد،
هنا هيظهر معايا ان انا احط الباسورد بتاعي، فطبعا هيتم وضع الباسورد هنا تمام. وبعد لما تكتب الباسورد تيجي بقى عند ساين ان دي وبتضغط عليها عشان تدخل للابلكيشن بتاعك. يبقى انت بتكتب الايميل وبعد كده الباسورد وبعد كده بتضغط على كلمة ساين ان عشان تخش الايميل بتاعك، وبتنتظر هنا ان الموقع بيحمل هنا تمام. وبعد كده بيعملك بعد التحميل دي بيعملك دايركت على طول للابلكيشن بتاعك. طيب بعد لما بعمل لوج ان هنا طبعا بيرجعني لصفحة المنحة تانية او الفرصة تاني هنا، والمفروض ان انا اضغط بقى على كلمة ابلاي هنا عشان اروح دايركت على طول واكمل اجراءات المنحة دي. ولكن قبل حضرتك ما تضغط على ابلاي انت محتاج تظبط الاكونت بتاعك الاول اللي هو اصلا على اليوروبيان يوس بورتال تمام. محتاج تظبط الاكونت بتاعك الاول، تحط السي في، تحط كل شيء. فتروح عند ماي بروفايل هنا وتضغط عليها تمام، عشان تبدا تعدل في كل سيكشن في البروفايل بتاعك، سواء من حيث الخبرات بتاعتك، من حيث السي في بتاعك، من حيث اي شيء مطلوب منك في الجزء ده لازم انت تبدا تعدله وتجاوب على كل سؤال وتضيف السي في بتاعك. ولما الموقع يخلص تحميل بقى هيظهر لك بالشكل ده. دي السيكشنز المفروض انت بقى تبدا تملاها وتعدل فيها. اول حاجه البيرسونال داتا اللي هي معلوماتك الشخصيه، هتلاقي بعض المعلومات اللي انت كنت كتبتها لما جيت تعمل كريت اكونت هتلاقيها موجوده هنا. تحاول بقى تجاوب على الباقي، تكتب تاريخ ميلادك، الجندر بتاعك، تحط رقم تليفونك، تحط عنوانك، وبعد لما تخلص كل سيكشن تضغط على كلمه سيف تمام. خلصت السيكشن ده تخش على اللي بعده انفورميشن نيدد تمام، وتكتب بقى هنا. هتلاقي بقى اسئله مقاليه، طبعا لازم بقى تركز في الاسئله المقاليه دي لانها مهمه جدا جدا جدا، لان دي على اساسها المنحه بتشوف انت كل كلمه كاتبها هنا من حيث مؤهلاتك، من حيث خبراتك، من حيث ليه عايز تنضم للمنحه، من حيث كل شيء. لازم تجاوب على كل سؤال ده من دول بطريقه احترافيه. واحنا كفريق منح من كل الالوان، قناه منح من كل الالوان، احنا بنساعد في عمليه التقديم طبعا بشكل احترافي جدا. فالاشخاص اللي حابين يقدموا من خلالنا ممكن يقدروا يتواصلوا معانا من خلال اللينك الموجود اسفل الفيديو، هتلاقي فيه لينك التواصل معانا واستماره ممكن تملاها عشان احنا نقدم لك بشكل احترافي وبشكل كامل، او ممكن تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديو ده تمام. فلازم بقى تبدا انت تملى كل مقال من المقالات دي، وهنا تيجي بتحط السي في بتاعك تمام، تحطه هنا السي في بتاعك بتضيفه في الجزء ده. وبعد لما بتخلص بقى الاشياء دي وبتضغط على كل حاجه من الحاجات دي، بتيجي بقى بعد كده بتخش على الجزء اللي بعده، بتعمل سيف وبتخش على الجزء اللي بعده اللي هو additional information needed. وبتجاوب بقى اسئله يعني ايه الكانتريز اللي انت مثلا اتطوعت فيها قبل كده تمام، هل اتطوعت سابقا، بتجاوب بقى على الاسئله مثلا ما اتطوعتش بتسيب الحاجات دي فاضيه. وطبعا في اسئله مقاليه هنا بتجاوب عليها، كل سؤال من دول بتفضل تجاوب عليه. وبعد لحضرتك لما بتخلص كل الاشياء دي وبتظبط الاكونت بتاعك بترجع تاني بقى للموقع بتاع المنظمه تمام، او اللينك بتاع المنظمه اللي هو كان فيه كلمه ابلاي اللي احنا كنا قلنا عليها في الاول. هتيجي وتضغط على كلمه ابلاي تمام، ولما تضغط على كلمه ابلاي هنا بقى الجزء الخاص بالمنظمه نفسه تاني كان تظبيط في الاكونت بتاعك اللي هو ماي بروفايل، كنت بتعدل في الاكونت بتاعك، انما هنا الجزء الخاص بالمنظمه نفسها. المنظمه مش طالبه منك حاجه لانك اوريدي عامل اكونت واوريدي مظبط كل حاجه في الاكونت بتاعك. المنظمه طالبه منك حاجه واحده فقط، موتيفيشن ستيتمنت، يعني خطاب تحفيزي تمام. خطاب تحفيزي مطلوب منك انك تحط فيه بشكل بحد اقصى 600 كلمه، وتكتب انت ليه عايز تنضم للمنحه دي، وبعد كده تضغط على كلمه سند، يعني كانك بتبعت رساله للمنحه اللي انا عايز انضم ليكم، واللي انا مهتم بالتطوع معاكم، وان انا شخص محترف. فالمنحه لما بتقرا الكلام اللي انت كاتبه هنا وبتخش تشوف الاكونت بتاعك هنا، البروفايل اللي انت معدل فيه وحاطط خبراتك وحاطط سي في بتاعك وحاطط كل شيء، بتشوف بقى هي وبتحدد هل تقبلك ام ترفضك تمام. فحاجه ممتازه جدا جدا وفرصه جميله جدا تمام. وبعد لما بتخلص الكتابه بتضغط على كلمه سند، ويبقى انت كده ارسلت الرساله بتاعتك للمنحه بنجاح، وارسلت طلبك للمنحه بنجاح. وطبعا احب اوضح تاني ان احنا كفريق منح من كل الالوان بنقدم بشكل احترافي لو حد حابب يقدم من خلالنا. نرجع تاني وننوي سريعا عن الفرصه دي. الفرصه دي ممتازه، فيها السكن مجانا، هتديك 300 يورو مصاريف طعام، 120 يورو مصاريفك الشخصيه، كمان انت هتحصل على بطاقه سفر، في تدريب للتطوع، في شهاده كمان احتمال هتاخدها بعد لما تنتهي من التطوع، كمان في دروس للغه الفرنسيه، يعني حاجه ممتازه جدا، متاحه للجميع سواء طالب او خريج، متاحه لجميع الاعمار، مفيش حد ادنى وحد اقصى، حاجه جميله وممتاز جدا. اتمنى يا رب يكون الفيديو ده مفيد ليكم، وان شاء الله باذن الله بالقبول والتوفيق في الفرصه دي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.